والحكم الدولي المتمرس السواني اللي تقوم الآن بعملية القرعة فيما يخص شكون اللي غادي يبدأ بالإرسال وشكون اللي يمكن ياخد المكان ديالو في الطاولة. فكما تشوفوا بأنه أول حاجة اللي خص الإنسان يشوف وهي اللي خصو يحلل وهي عمليات المضرب بأي يد، يد يسرى أو لا يمنى، فاللاعبتين بجوج يلعبوا باليد اليمنى. كما يتضح بأنه مضربات اللي هما عاديات ما فيهمش كما تنقولوا مضرب مشكل اللي تكون من جهه محببه. وربما هذا هنا سؤال، المضرب يعني واش خشبي ولا مضرب عنده قبضه بشكل ويعني والبقيه بشكل اخر، يعني تكون ديال هذه المضارب ما عرفش، لانه ربما عبر مرور الزمن تغيرات هذا القضيه ديال المضرب. نعم، لانه المضارب الان اصبحت كاين الخشب وكاين الخشب اللي فيه انواع، كاين الخشب ديال الهجوم، كاين اللي ديال ما بين الهجوم وما بين الدفاع، وكاين الدفاع. فاصبح الخشب هنا تتكون من تيدخلوا فيه واحد مجموعه ديال المواد ك لي فيبر، اي واحد ديال لي فيبر الكربون ديال واحد المواد اللي تعطي واحد السرعه اكثر لهذاك الخشب باش يعطي واحد الدفعه قويه للكره. فهنا كاين انواع ديال الخشب اللي تطورات بتطور هذه الرياضه وبتطور وبطلب الحصول على نتائج افضل. وكما تنشوفوا حتى في موازاه مع الطاوله الاولى هناك نصف النهائي الثانيه اللي بين السويديه وما بين الفرنسيه اللي الان في حاله احنا اما الان فالانطلاقه تعطى لاسبانيا بالارسال وحصولها على رقم واحد. انطلقت المقابلة ونقطة لكل لاعبة، بداية مهمة بين الطرفين. أداء قوي بين الطرفين معا. المقابلة كان اعتقد في الربع النهائي. نعم، فهاد المقابلة ديال الربع النهائي. ربع نهائي فرنسي زيدت بالفعل. المتبقي من المباريات هما جوج ديال المباريات بعد هذه المقابلة. هناك موازاة اللي تنتمناو ان شاء الله وهو المغرب في كرة الطاولة مقدم ترشيح ديالو لاستضافة بطولة العالم للشباب. اي هناك هذا الترشيح ديال المغرب تيجي من طرف الاتحاد الافريقي، وكان اعتقد هذا راي شخصي. نعم، على انه اوفر حظ هم المغرب. نعم، لانه هذا ما نتمناه، لانه غادي يتم استقطاب واحد العدد كبير من الدول هنا للمغرب، زياره المغرب والاشعاع اعلانا فيها كل الامور، فيه اعلامي، فيه اشعاع اقتصادي، فيه وعندنا من الامكانيات الكبيره والمتوفره باش يمكن ننظموا، لانه انطلاقا من دوري الحسن الثاني اللي اصبح عنده اشعاع كبير، وقبله اللاعبين مختلف اللاعبين بالفعل. نعم، ودخوله في البرنامج الدولي منذ 4 سنوات، فهذا يعني بانه راه حتى المغرب عنده كلمته باش يمكن ينظم بطولة العالم للشبان. طبعا بطولة العالم للشبان الملف المغربي اوفر حظا، ونتمنى التوفيق. كل الضمانات اعتقد انها موجودة من خلال الملاعب، من خلال القاعات، من خلال الطاولات، فمنافسة تكون كبيرة وكبيرة جدا. اعتقد انه حتى هذه المنافسة
كرة الطاولة، فكانت هنا بهذه القاعة، قاعة مولاي عبد الله بمدينة الرباط، كانت بقاعة بن ياسين، تبعنا بدردفي بمدينة تمارة أيضا. فكاينين أماكن وكاين الإمكانية، لأن كانت بطولة إفريقية أعتقد هناك بمدينة تمارة آنذاك، فكانت مجموعة من المنافسات، وبالتالي كاين إمكانية لإجراء هذه المنافسة بالمغرب. ونتمنى أن يكون الملف المغربي هو النجاح، وهو كما قلت الأوفر حظا، ولكن نتمنى أن يكون إعلان على هذه البطولة ديال الأشبان هنا في المغرب. تسعود مقابل خمسة، المجموعة الأولى تسير لتنتهي. تابع ما كانت الإسبانية قادرة على ذلك، عند بالدو سات كرة لنا المجموعة الأولى، ذكر نتيجة 10 مقابل 5 الآن، الإسبانية على الصورة. لا ضيعت نقطة الماضية، 10 مقابل 6، 10 مقابل 6. الإرسال لإسبانيا 10-7. فوقت مستقطع بالطريقة الفنية، أي مسح الوجه واليدين باش ما يبقاش هذاك التصاعد ديال اللعيبة الفرنسية. إرسال جيد طبعا، 10 الآن أصبح تقارب. تتمكن اعتقد اللاعبه بالفعل الاسبانيه من حسم تفاصيل هذه المجموعه الاولى ب 11 مقابل 9، اي فرق نقطتين، وبالتالي كسب لهذه المجموعه الاولى. الان غادي ربما نتابع فقط ثلاثه الجولات، لانه خمسه ديال المجموعات، اللي غينتصر بثلاثه ديال المجموعات متتاليه او اربعه ديال المجموعات فغادي يفوز. عندنا خمسه او سبعه؟ سبعه. عندنا سبعه، نعم، ولو انها مش نصف نهائي، ماشي ولو انه لان الربع، لا نصف نهائي تتكون علي لانه حسب ما يبدو، لانه في النصف النهائي كتولي سبعه، كتولي سبعه نعم. اذا مادام ماشي نصف نهائي غادي يكونوا اربعه. هذه منافسه قويه بين اسبانيا، وتنعرفوا بانه الفريق اللي قوي في اسبانيا هو فريق غرناطه، اللي تجمع مجموعه من النجوم. هي مدينه؟ نعم، مدينه غرناطه، هي ماشي برشلونه، ماشي مدريد، ولو ان على مستوى كره القدم ما حققتش مجموعه من الامور، ولكن في كره طاوله يعني مدينه اللي هي صغيره ولكن كبيره في حجم ابطالها، لانها تجمع واحد المجموعه ديال اللاعبين اللي هما كبار وخيرة لاعبين في المنتخب ديالهم. اما في فرنسا فهناك فريق لو فالوا بباريس، فريق لو فالوا من بين الفرق الجيده حتى على مستوى كره السله، لانه هو كان فريق اللي حضر في بطولة ديال كرة السلة طبعا هنا في المغرب في بطولة السلة الدولية. طبعا هذه فقط بعض المعطيات، بعض المعلومات، كنحاول ما امكن اننا ناخذوا كفكرة نقربوها للجمهور الكريم اللي كيتابع معنا تفاصيل هذه المنافسة. واحد مقابل لا شيء، واحد مقابل لا شيء، يعني مجموعة مقابل لا شيء، ونقطة. الآن أصبحت نتيجة متكافئة، واحد مقابل واحد، قابلها بهذا الاسلوب هذا. انا كنعتقد بانه كنت احبذ ان انشادوا الفرجه في النيه، يعني عوض ان انشادوا ذاك الرتابه، فقط يعني ارسال بحث عن النقطه فقط. نعم، يعني شكون اللي كيعطي الحلاوه لهذا المنافسه هو ذاك التبادل، ذاك الصراع، الرجوع للخلف والقيم التصويب، هذه هي المباريات اللي كتكون قويه. فاللاعبتين هنا تيلعبوا بواحد السرعه كبيره باش ما تيخليوش حظوظ لهذاك التبادل الكروي اللي تيدوم اكثر. كل لاعبه تحاول باش تنهي التبادل في اسرع وقت ممكن لصالحها. نعم،
فمن خلال الصوت ديال المضرب ديال اللعيبه الاسبانيه فهناك عندها واحد مضرب مشكل، اي جهه كما تنقولوا جهه مغيره على الجهه الاخرى. نعم، جهه محببه وجهه اخرى عاديه. وهنا بغيت نسال معك، يعني كيفاش مضرب هجومي مضرب دفاعي مضرب، واش انت والاسلوب ديالك اولا المضارب مختلفه؟ يعني كاين مضرب اللي نقدر نستعمله في الهجومات، مضرب اللي نقدر نستعمله في، فهذا سؤال لتقرب المشاهدين. ف هناك من منذ الصغر ديال اللاعب تيبدا توجيه اللاعب وحسب ميوله الاولي. اذا في التكوين، التكوين ديالو تنشوفوا الا كان اتجاه ديالو دفاعي تنحاول نعطيه واحد الخشب دفاعي، ودوك الجلود حتى هي تتكون خاصه بالدفاع ديال بهذا ستيل دو جو. انه هناك خيارات واختيارات، اختيارات مدرب واللاعب وخيارات ديال النت ديال اللاعب. فضربة ساحقة ممتازة للعبة الفرنسية باش تقرب من النقاط 5-6 7-5 صالح إسبانيا، 7-5 لصالح الإسبانية التي تتفوق حتى هذه اللحظة. أو ممتاز، عرض جميل، تبادل بالشكل المطلوب، قوة حاضرة، إرسال مع الفرنسية. ستة ثمانية ومحاولة الفرنسي للرجوع إلى الشوط وتقليص الفارق. فهاد الدورة هادي تتعرف عدم ظهور اليابانيات اللي كانوا غادي يحضروا في الدورة بأكبر عدد، لكن التهيئ ديالهم لبطولة الألعاب الأولمبية خلاهم يحجموا على الظهور خارج اليابان، وتركيز فكرهم على التدريب وتخطيط الفوز بإحدى الميداليات خاصة في صنف السيدات. أنا كان غادي يحضروا هنا الخامسة على العالم والسادسة والسابعة وتل رقم 12. وطبعا حاجة أخرى اللي يمكن نضيفها هو أنه الأولمبياد ديال 2012 يعني كيف قلتي بأنه جات في واحد الظرفية اللي ما خلاتش أسماء عالمية أنها تكون حاضرة بالقوة ديالها، ولو أنه الأسماء اللي حاضرة عندنا فهي أسماء جيدة، ولكن كان يمكننا نشوفوا ما أحسن ما أفضل. نعم، هذا هو السبب، هذا هو السبب اللي ما خلاش ظهور هاد اللاعبين واللاعبات. سام الغني سوا خديتي الان التجربه ديال التحليل ولكن تبارك الله عليك، يعني يمكن نقول بانه اقتربنا بشكل كبير من هذا اللعبه، عرفنا الابجديات، عرفنا المضراب، عرفنا كيفاش انه بزاف ديال الامور يعني في الطول في العرض في الشبكه، فهذه امور صراحه جيده، وفي نفس الوقت راه كنستافدوا لانه استفاده كنستافدوا. فتنتمناو نكونوا ادينا وتناديو في الدور ديالنا باش المشاهد الكريم يعرف، لان هذه فرصه. نشكروا النت التلفازه على هذا الدور هذا اللي تقوم به باش تقرب المشاهد الكريم اي رياضه من الرياضات والتقنيه ديالها والمستلزمات ديالها وما الشروط ديال اللعب ديالها.
فالحمد لله حنا كنحاولوا ما امكن نتابعوا اللاعبين المغاربه ديالنا ونتابعوا المنافسات الوطنيه دعما للمنتوج ديال الرياضه الوطنيه، وكيف كتشاهدوا يعني في مختلف الرياضات حاولنا ما امكن نقدموها للجمهور الكريم، وهذا شرف اننا نشاهدوا مثل هذه المباريات هذه يعني بالمستوى الدولي طبعا من خلال المعاينه ومن خلال المتابعه ديال تفاصيل الابطال اللي كاينين ابطال كاين ولاده ابطال في هذه المباريات اللي كتكون بهذا الشكل هذا وبهذا الاسلوب هذا. عموما المشاهدين الكرام لازلنا معكم نتواصل من هنا من مدينة الرباط بين مجمع رياضي الأمير مولاي عبد الله، المقابلة التي تلعب في هذه اللحظات لم تصل بعد للنصف النهائي طبعا فقط في الربع النهائي، وهي مقابلة تجمع بين اللاعبة الإسبانية واللاعبة الفرنسية. طبعا من إسبانيا فهناك دوراك غاليا، ومن فرنسا فهناك إيمانويل، اللاعبة التي تلعب باحثة عن نتيجة إيجابية، ويبدو أن النتيجة الإيجابية ظهرت في تكافؤ مجموعة لكل لاعبة في انتظار الوصول إلى المجموعات الأخرى، وسنتابع كيف ستكون الأمور. فدخول هنا دخول واحد دخول كرة أخرى من الجانب الآخر، يعني الحكمة وقفت المقابلة حتى يمكن هذاك الكور إترونجي يخرج على ساحة اللعب. طبعا اليوم مجموعة من اللاعبين سواء رجال أو نساء أو سيدات على مستوى كرة الطاولة ما توفقوش في المرور للأدوار المقبلة، وكنعتقد بأنه كان يوم سيء جدا على اعتبار العقيدة، على اعتبار أنه اللعيبة إيمان، يعني هنا كنشاهدوا بأنه صراحة كان بإمكاننا المرور، ولكن بعض الأخطاء اللي بسيطة بسيطة هي اللي منعتهم من المرور، وبالتالي نتمنى أنهم يصحوا المسار ونشاهدوا في مباراة أخرى أفضل إن شاء الله. وكان عندنا نقطة إيجابية وهي وصول لاعبتين ناشئتين اللي ما تيتجاوز السن ديالهم 17 سنة وتلعبوا في هاد الفئة ديال العمرية ديال 21 سنة، واستطاعوا باش يوصلوا لنصف النهاية، فهذا بحد ذاته إنجاز. تبادل كروي جيد بين الفرنسية والإسبانية. وقبل بداية كل دورة دورة إلا وتكون هذا التقريب المشاهدين بأنه تكون الإعلان على موقع الاتحاد الدولي مع الإعلان عن نوع الطاولات ونوع الكرات المستعملة، باش حتى اي لاعب تيتهيئ لهذاك النوع من الطاولات والنوع ديال الكرات. تبادل كروي جيد بين الفرنسية اللي ما خلاتش اي حد اللاعب الاسبانية، تفوق 5-2 والإرسال دائما مع الفرنسية. ثلاثة خمسة وتفوق في هذا التبادل الكروي الإسبانية. وتقليل الفارق من جانب الفرنس الإسبانية 4-5. شبكة إعادة الإرسال. ستة أربعة لصالح الفرنسية. التواصل دائما عبر نقلة التلفزيون لهذه المنافسة.
الشيء المعروف في كرة الطاولة سوا هو أنه خاص يكون واحد الهدوء، كتكون واحد ربما كيكون محيط هادئ باش اللاعب كيركز بواحد الشكل كبير، والحديث ربما ما كيكونش اثناء اللعب ياك، ربما هذه على المستوى الاحترافي العالي، ولكن بحال هذه المنافسات اللي كتلقى بانه كيخص ضروري يكونوا جوج ديال المباريات في نفس الوقت، كاين تشجيع كاين تصفيقات كاين امور، فواش ما كتاثرش على اللاعب؟ لا ما كاينش تاثير، لان علاش؟ لان اللاعب متعودين على هذه المباريات، لانها تتكون مباريات في واحد تتكون عده مباريات لجانب كل طاوله جانب الطاوله الاخرى، ما تيكونش اللاعب تيكون مركز على المباراه ديالو وعلى المحيط اللي داير به، هو قريب منه هذيك ساحه اللاعب ديالو هي اللي تيكون التركيز، وتيكون هناك واحد الحوار بين اللاعبين بجوج، حوار تيكون تكتيكي و تقني، وتيكون تخمين ديال الضربات وتموضع الكرات، فين خصني نوضع الكره، فين ما خصنيش، فين هي نقطه الضعف ديالو، خصني نحاول نركز على نقطه الضعف ديالو، هذه هي الحركات اللي تتكون، وتكون واحد صراع ذهني وبدني حاضر، بالإضافة للاستعانة بخدمات المدرب فيما يخص النصائح ومدى تطبيق هذه النصائح ديال المدرب في أرض الواقع وخلال المباراة. تفوق الإسبانية والإرسال معه. في واحد المستوى عالي تيكون اللي تيكون عنده الإرسال تيكون عنده امتياز، لأنه تيخلي المبادرات لصالحه باش ينطلق هو الاول، وبالفعل انطلقت الاسبانيه لكن ضاعت النقطه. يعني مقابله قويه، ولكن هنالك واحد المردود نوعا ما متقارب على اعتبار انه فرق ديال نقطه واحده، وايضا كاين تكافؤ عند كل في كل مجموعه. دونك تغيير الارسال هنا، إرسال غادي يصبح لصالح الفرنسية مع تقدم الإسبانية بعشرة لثمانية. إسبانيا بالزي الأسود. تسعة عشرة. تعادل عشرة للكل. وهنا تيبدا ارسال لكل لاعبة، ما تبقاش كل لاعبة تقوم بارسالين، بل بارسال واحد متر نوصلوا العشرة، فما فوق العشرة للكل، ارسال ارسال. وهذا كيدل على انه مقابله قويه، باش اننا نشاهدوا بان المقابله وصلت فوق 11، يعني غتكون قويه هنا. بال دو سات، فرصه لكسب تفاصيل هذه اللعبه. عرفش الامور في يعني بالجانب الاخر، نعتقد بانه قربت تنتهي، ولكن تعادل تعادل تعادل. لاعبه الاسبانيه خاصها تكون اكثر حذر، ربما طلب يعني من الحكمة الثانوية انها يعني تقوم بمسح الطاولة، عرفتش، ولكن ما طلبتش الامر، وكنشاهدوا كيفاش كتعامل الكرة، اخطاء ارسال تغيير الارسال. هل تقرب المشاهدين من توصلوا العشرة للكل لو تتم ارسال لكل جانب؟ تعادل 12 الكل.
الارسال مع الاسبانيه صاحبه القميص الاخضر الاسود. امتياز الان تصبح الفرنسيه. تكافؤ في النقاط. طبعا اداء يعني يمكن نقول بانه اصبح اكثر قوه، و14 مقابل 13 فارق ديال النقطه واحده. طبعا الان اصبحت اللاعبه الفرنسيه قريبه باش انها تنقلب وتصبح هي المتقدمه. متقدمه نعم. عدد الارسال شبك اي الكره بعد تلمس الطرف العلوي للشبكه. نعم. وهنا لا او اعاده تنفيذ الارسال. نعم. والان اصبح امتياز الفرنسيه اللي فازت بهذا الشوط ب 15 نقطه الى 13، بعد ما كانت الاسبانيه هي المتقدمه. أن كل لاعبة تأخذ نصائح. وهنا تقرب المشاهدين، فكل لاعبة يمكن ولا كل لاعب يمكن يغير القميص ديالو، هي ما يكونش بنفس اللون اللي تلعب به الخصم. السؤال واش في نفس أرضية الملعب يعني ما يمكنش انك تخرج؟ نعم في نفس أرضية الملعب يبدل الى حس بال مضايق في مضايق في اللاعب، لان من خلال الجهد اللي يبذل خصو يبقى في أرضية الملعب، خاصة لانه ما يمكنش يخرج الا بمرافقته الليلة كانت شي ضرورة لقضاء حاجة اللي باش ينادي الحكم على الحكم العام باش يمشي معاه ليقضي المصلحة ويرجع. طبعا نفس الأمر على التنس اللي كنعرفو التنس العادي. نعم. باش تبقى المنافسة متكافئة وتبقى الفرص باش تكون هناك تكافؤ فرص، ما يكونش امتياز ما يكونش هناك غش ولا شي حاجة من هذا القبيل. إرسال مع الفرنسية. طبعا المحاولات لا تزال متواصلة ويبدو أن الأداء قوي وقوي جدا بين الطرفين. صراحة واحد المقابلة ملي كتكون بهذا الأسلوب كنتمنى انها تكون فيها فنيه فيها فرجه. نعم. تكسر الروتين نوعا ما يعني. هذه مقابلات ربع، واخا هنا كاين تقارب تيبدا المستوى تيكبر مع الاقتراب من الفوز بالدوري، فهناك تتولي مقابلات فيها نديه اكبر. إرسال مع الإسبانية.
مساء اثنين. صالح اسبانيا اللي تتحاول ترجع في النتيجة. ستة اثنين والارسال تعود لفرنسيا. ايمانويل دائما حوار قوي وقوي جدا. فيما يخص السيدات فتشوفوا بأنه غالبية الأحيان تكون هناك لاعبات التي لعبوا بهذيك الركضات المشكلة لأنه باش لأنه مازال هناك اللاعبات تصيب واحد العائق وتصيب واحد المشكلة في صد والأدابتاسيون مع هذوك لي راكيت كومبيني. هذا هو اللي كاين اللاعبة اللي تتمكن باش تضمن واحد الانسجام مع الضربات ديال هذا المضرب الا تفوز. فالان انتصار كان من نصيب الاسبانيا ب 11 نقطة مقابل 3. وبالتالي انتصار يأتي لمعادلة الأمور. نعم. وتصبح النتيجة يعني مجموعتين لكل لاعبة، وهذا سيجعلنا دائما نتواصل إلى غاية ربما احنا نمشوا الخمسة ديال المجموعات في هذا المنافسة عوض سبعة مادام أنه ما وصلوش للنصف النهائي. خمسة يعني أننا غادي نتابعوا جولة أخيرة منهية لهذه المقابلة. فوصول هاد اللاعبات لهذا المستوى هذا راه تيطلب واحد سنوات عده باش ديال التدريب وديال الممارسه وديال المشاركه في دوريات كبيره باش يمكن يوصلوا لهذا المستوى هذا. وحتى نظام رياضي، نظام اكل، نظام مجموعه من الامور. نعم. كتجمع في هذه المنافسه يعني تطلب الرشاقة، كطلب السرعة، الخفة، التركيز، وأهم شيء ردة الفعل السريعة، لأن ردة الفعل السريعة ما عرفش أنا واش كاين شي اختبارات في هذه المسألة هذه، يعني كيفاش أنه تكون عندك استجابة سريعة، لأنه كل ما كانت عندك استجابة سريعة كل ما كتقدر تفوق على الخصم، يعني بسرعة التفكير، بسرعة ديال اختيار الزاوية، الرؤية الجيدة، مجموعة من الأمور هي اللي كتدخل في هذه اللعبة. نعم، فهاد المسائل هذه ما تجيش من فراغ، ولكن من واحد التدريب اللي هي مستمره وكثيره باش تخلي الواحد يمكن يتفوق على مجموعه ديال العوامل اللي تتلعب، وخاصه بانه كره حجمها ولا الوزن ديالها اللي هو قليل، فتتمشي بواحد السرعه كبيره والضربات تعطيها سرعة أكثر. فهذه المسائل هذه تطلب من اللاعب يكون مكتف من التدريب ديالو وحاصل على واحد المجموعة ديال المباريات اللي دايرها في كما تنقولوا دايرها في دو في عقلو. فهذه المباريات هذه هي اللي تجعلو يوصل لواحد المستوى عالي من التركيز. مقابلة لا زالت متواصلة وثلاثة مقابل واحد. هذا الشوط لا يقبل الأخطاء إن صح التعبير. أخطاء هذا
لم تمكن من رد الإرسال. اللاعب الإسبانية رجعت في المقابلة وتتحاول توسع الفارق. خمسة اثنين والإرسال مع الفرنسية إيمانويل صاحبة القميص الأزرق. فرصة ولكن يبدو أنها لن تكون جيدة. ستة مقابل اثنين هي نتيجة مسجلة حتى الآن. نزلت المقابلة تعرف نيديا كبيرة وأيضا تفوق من جانب دفوراك. ستة اثنين ستة ثلاثة. ثلاثة سبعة والإرسال مع إيمانويل الفرنسية. ثلاثة والإرسال مع الإسبانية. فاللاعبة الفرنسية حائرة على تدني هذا المستوى ديالها في هذا الشوط هذا. تحاول بأي طريقة باش ترجع وتبدل الاستراتيجية ديالها. طبعا لازلنا نتابع معكم مشاهدي الكرام تفاصيل هذه المنافسة من هنا من مجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله القاعة المغطاة. والنتيجة لا تزال طبعا لصالح هذه اللاعبة الإسبانية المتمكنة والتي تقترب من إنهاء هذه المقابلة لصالحة من خلال كرة واحدة نصل إلى بال دو ماتش. طبعا خمس مجموعات تتطلب الانتصار في ثلاث مقابلات. أو لأننا غادي نمشيو بالفعل الآن غادي نمشيو لستة لأنه عندنا تكافؤ المجموعات. المجموعات نعم لأنه عندنا تكافؤ. فائز في أربعة هو اللي يمكن ينتصر ينتصر في المباراة. فكل لاعبة إلا تتراجع في نفسها بمساعدة نصائح المدربين ديالهم. Thank you.
واستئناف اللعيب. ارسال لصالح الفرنسيه. تقدم الفرنسية نقطة لصفر. محاولات كبيرة ومتواصلة حتى الآن، سنبقى دائما في معاينة هذه المنافسة. ثلاثة لواحد لصالح الفرنسية. أربعة لواحد. كأننا نسيل التعادل عاوتاني مرة أخرى. الإسبانية الآن هذا من بين أطول المباريات، لأنه حتى في التعامل فكيبان كياخذوا الوقت ديالهم كافي. نعم، تريض في اتخاذ القرار وفي الضربات، خاصة من تكون الكرة شوية مرتفعة في الطاولة تتبغي واحد التريط. ثلاثة أربعة لصالح الفرنسية. يوم كامل مخصص لهذه المنافسة الخاصة بكرة الطاولة. تعادل في النقاط أربعة للكل. تقدم الفرنسية. إيمانويل الإسبانية. خمسة للكل. ستة خمسة لصالح إسبانيا. والمدرب الفرنسي يطلب وقت مستقطع. هنا الحكمة تتجه للمكان المخصص للفرنسية وتضع عليه واحد الورقة بيضاء، هي تعني من طلب الوقت المستقطع. هادو معطيات تقنية خاصة بهذا المنافسة. بطبيعة الحال الأمر لن يكون سهل في هذا اللقاء الذي سيكون قوي وقوي جدا. ومن خلال ما يتضح فهناك تساوي في المستوى، الفوز غادي يكون ما يكونش واحد الفرق شاسع بينهم في النقاط. الحكم تسحب الورقة لتضعها على طاولة الترقيم من الجانب ديال اللاعبة الفرنسية. ستة مقابل ستة، نتيجة متكافئة. فريتنا عندنا ثلاثة الأوراق اللي عند الحكم، ورقة بيضاء تعني من طلب الوقت المستقطع ديال التايم اوت. نعم، والورقة الصفراء تعني مخالفة أولى، إنذار للاعب.
وورقة حمراء أيضا للاعب تعني سحب نقطة، أما للمدرب فالإنذار يعني ورقة صفراء، وورقة حمراء تعني خروج عن ساحة اللعب وإفراغ المكان المخصص للمدرب. ثمانية سبعة لصالح الإسبانية، وكما تتضح تيبان بأنه إلا سمعنا الضربات ديال الجهة ديال لوريفيرس أي الجهة السوداء عند الإسبانية نفس ما ماشي مختلف على الضربة بالجهة الحمراء أي الكودروا لصالح فيها الجلدة الحمراء. وهنا نرجعوا للمسألة اللي كنت قلتي سابقا، هو أنه كل لاعب كيختار الجهة المحببة ديالو، واش كتكون سريعة واش كتكون هجومية، وداك الشيء كيجي من التكوين. يعني هنا في الاختلاف في الصناعة ربما ديال داك المضرب وديال اللاعب ديال واحد المسار ديالو. كاين اللي كيحبد الهجوم، كاين اللي كيحبد الدفاع، كاين اللي كيبغي بيناتهم اللي هو معتدل. ربما انت كشخص اللي قريب جدا من هذا العمليه سعد غنيتسوا في المدير التقني لكره الطاوله، شكون هو الجانب اللي كتحبدوا تكونوا يعني الاجيال القادمه؟ الاجيال القادمه تتبغي اي مدرسه خاصها يكون فيها جميع هذه الانواع هذه، باش مني تصنع واحد البطل تيكون ما عندوش واحد نقطه ضعف، مني ما تتفاجئش مني يلقى واحد اللاعب عنده اسلوب او نهج اخر. نعم. بالفعل وهنا تتنتهي المباراه بفوز الاسبانيا اللي تمكنت من كسب هذه المسابقه باربع مجموعات مقابل مجموعتين، وبالتالي انتصار لتكون حاضره في المقابله النهائيه. مقابله كانت طويله او نصف النهائيه بالفعل، المقابله كانت طويله جدا واستنزفت ربما مجهود كبير لهذه اللاعبه الاسبانيه التي ابانت على مؤهلات كبيره. نتحدث عن لاعبه قدمت مردود جيد، اللاعبه الاسبانيه دفوراك غاليا هي التي فازت في هذه المقابله. طبعا المواجهه الثانيه ستكون روسيه وايرانيه من خلال شاسا زافاري ندى، هذا هو الاسم. طبعا في مواجهه الروسيه ميخالوفا بولينا، هذا هو اللقاء القادم، ونتابعون الهايلايت او الملخص الشامل لهذه المقابله. كيفاش في الاجواء ديال المقابله السابقه عفغني صوفو، كيفاش ممكن نعطيو الانطباع ديال انه مقابله كانت قويه، وكيفاش كتوقع النهائي وبعد ما كنشاهدوا هذه الصور؟ ففي هذه الصوره هذه تيبان لنا بانه اللاعبتين عندهم واحد المستوى متقارب، واللاعبه الفرنسيه ما كانتش مستمره في نفس المستوى اللي لعبته في